خلاص بتحكي بقى عن تجاربي كانت معي يعني نسبة دهون عالية. فأول ما بديت إني أكتشفها كان يعني جسمي فيه كله دهون وتنثف في إيدي في وجهي في رجلي، كلهم يقولوا لي يعني ليش هيك كتير أنت متنفخة. يعني ذهبت إلى طبيب فقال لي بدي تحاليل منك، فعملت التحاليل وكل إشي تمام، فطلعت عندي نسبة الدهون 1555، نسبة عالية كتير. فقال لي بدك علاج، أخذت العلاج لمدة تقريبا شهر والحمد لله نزلت نسبة خفيفة، صارت 999، بس عودت تركت الأدوية عودت رجعت الدهون عندي ل 2400. فيعني الحمد لله، يعني أمي طبعا دلتنا على ابن النفيس وذهبت إله وأعطاني أعشاب وكتب لي على نظام معين أمشي عليه من أكل وخلطات طبعا والزنجبيل، لا القرفة، أعطاني القرفة وإني أمشي. والحمد لله نزلت الدهون كانت من 2400 صارت ل 380، وكمان بعد بأسبوعين نزلت تقريبا صارت 305. الحمد لله نزلت نسبة الدهون يعني بشكل كبير، وأنا استغربت كتير إنه يعني بالنسبة لشهر إنها نزلت الدهون كتير، وكنت أنا خايف من الدهون يكون يعني كتير، يقولوا لي نسبة الدهون هذه بتخوف عندك كتير كتير. الحمد لله يعني بالنسبة هذه نزلت كتير يعني كبير، يعني من 2000 ل 300 كتير كتير يعني نزلت كتير. والحمد لله كمان مشكلة تانية كانت عندي الجرثومة، والحمد لله مع الأدوية مع كل شيء نزلت ويعني بطلت، يعني خلصت من الجرثومة وراحت. هو اللي كنت أخده الخل، هو عمل معي مفعول كبير للجرثومة.